لا في بالتجربه اللي عملتها بتتر كانت قصيره في الوقت، اما في لي ماتش اللي لعبت بريسك 20 دو ماتش يعني راضي. كنت لعبت كونتر بي اس جي مارسيل ليون، يعني لعبت مقابلات كبار الكل لعبتهم بريسك وراضي بمستوى، اعطيت كل ما عندي. بعد صاروا لي شويه مشاكل شويه سورتو في الانتيغراسيون وبعيد على دارنا وعائلتي وصحابي، جيتي جون يعني انا مشيت خرجت صغير برشا في العمر، تبدلت وينوص توصل لبلاصه يعني في بلاد اخرى صغير عمرك 20 عام وحدك كاو مع خروج زهير ومع صابر يعني وقتها باش يخرج كاو، جيت نحسب فيها باش نلقى روحي وحدي صعيب عليا وقتها بالكدا كاو خيرت باش نرجع. كي رجعت من فرنسا يلزمني نعاود من الصفر بريسك، رجعت كي جيت ليسبيرونس كيما قلت قبلت الكونكورونس بتيتر الفتره اللي ارتحت فيها بالكدا وقت كي جي كرول لعبت بالكدا، ومن بعد كا ومن بعد كي خرج كرول جي دي صابر صارت لي شويه مشاكل معاه ما لعبتش، قعدت بريسك شهر ونص ما لعبتش، ومن بعد كل مره تعديت بدي بيريود هكا ساعات نلعب ساعات ما نلعب، وليت نشك يعني اللي انا اسكو عملت غلطه كي رجعت من فرنسا، كان قعدت في فرنسا خير، وليت واحد يشك في روحه. عمر عطى ثقة كبيرة فيا ملي جاي يعني حكى معايا بالانترفيو اللي عرفني في الكيب ترينيت عنده في الكيب ناسيونال اولمبيك كاو حكى معايا بالكدا وسطرنا الطريق ما بيناتنا باش نخدم على روحي، قال لي بالخدمة تنجم تلعب، ظل اللي قاعد نقدم في قدم في المستوى المطلوب، يظل الجهة اليمين قاعدة تدافع بالكدا توا وقاعدة تهاجم وتجيب في البونتوات وتسجل، هدف حملوف يعني ماهوش هدف جميل، أما هو نختار أحسن واحد خاطر جاب 3 بوان وخلينا في الكورسة، توا وصلنا في بريود صعيبة يعني كل نقطة بحسابها. في اخر السيزون كي باش نقعدوا مع رئيس النادي ومع المسؤولين باش نشوفوا النقاط اللي تفاهمنا عليهم، اول حاجه تفاهمنا عليها هي الشامبيون، وبعد يظهر لي كي نلعبوا بالكدا ونهزوا الشامبيون باش يقول لنا باش تفكروا اللعب الباهي معنا ما نعملوا به، ورينا برشا كوره مزيانه والتراجي معروفه باللعب المزيان كاو عليهم كان يصبروا علينا شويه، ان شاء الله كي ناخذوا 3 ولا 4 بوان دافونس على اللي ورانا نجموا نلعبوا بريحيه. ثلاثة فرق الفوق ومن بعد يعني الفرق الاخرين في نيفو بعيد برشا في لي بوان سيغتو كاو، يعني البطولة انحصرت في ثلاثة فرق هذوما، مقابلات ضد المتصدرين توا مازالوا مازالوا قدامنا، الكرة في ساقينا واللي يحب يهز البطولة يلزمو يتعدى بالليزيتاب الكل. لي كاليتي موجوده سي بي ديما طلع في الجوارات بوتيتر ناقصهم مهاجم تشوف صلابه الدفاعيه، قعدوا 9 مقابلات ولا 8 ما قبلوش وزاد مش قاعدين يماركيو في برشا بونتوات. سي يوسف ملي جا عطى برشا ليكيب، يظهر لي انا ترينيت عنده نعرفه يعني لونترينمون والنيفو نتاعو يعني باش خاطر سي يوسف يحب يعني يعمل لك ايكيب تكور وكل، ما انا اكبر عائق في بنزرت هو الملعب. جلال ما تقلقش معنا اقل من 10 دقائق ونفتحوا ملف المكتب الجامعي، المسؤول لازم يكون يتحلى بالصبر دونك اقل من 10 دقائق مشكور. لو كان يولي رئيس جامعه تولي كل جمعه بحذانا اكيد ان شاء الله، هذا اللي نتمنى الصبر ان شاء الله. ان شاء الله الدكتور تكلف لكم غالي تكلف لنا غالي ما نقعد بحذانا هكا خير. هذه من الافكار اللي ناويين ندخلوا بها يعني حضور رئيس الجامعه لازم يكون معاه شويه مداخيل ليكم انتم ولي نحن خاطرش نجيو دوريان افون مستشفى. هذا اللي نتمناه. كابتن ايهاب المباركي هو الظهير الايمن اللي تستنى فيه الترجي منذ زمن طارق ثابت.
شوف كل لاعب وزمانه وكل لاعب خصوصيته، فما طارق ثابت واحد بتاتر بعد ايش نتكلموا يمكن بعد سنوات نتكلموا على ايام المبارك، ما نحبش المقارنه هذه من ناحيه اخرى. هو يعطي صح تكلم على المراحل اللي يعرفها ماتر في حياته مش صغير ليفيون كذا، وتعرف في فرنسا عندهم مقوله يقول لك واحد يمشي يخرج صغير يخافوا عليه، لا يضيع في السيركيلاسيون، شوي لذاع هو شوي لذاع رجع يقول لك كونسو بيردون السيركيلاسيون، سي فري بور لي بور لي الملاعبيه الصغار يمشيوا لاوروبا يمشيوا لكذا، هذا من ناحيه. رجع للترجي قال لك القى المنافسه كونكيرونس، اتونسيون سي فما فول راهو كاين اتونسيون هكا ولا فما فول، فما سامح الدربالي بعداش فما النفزي، دونك هو لخص كما قلت انت قبيله راهو على جماعه الكلوب يلزم ولا ما يلعبش مليح يلزم يقعد يلعب. هو قال لك دخلت في مرحله الشك، مره يلعب مره ما يلعبش، مره انطوني يلعب ومره ما يلعبوش، تبقى بول مومون هو اللاعب الاكثر جاهزيه الاكثر مردود خاصه على مستوى الهجومي، تبقى يمكن يكون المردود نتاعو اكثر هجومي حسب رايي اذا يلقى دومي اللي يغطي له لي مونتي نتاعو. هو وقت الترجي تو ما فماش ان دومي اللي يغطي اللي قادر يغطي اللي يطلع اللي للهجوم اللي هو يغطي له هذاك. هو وقال لك على البونتو الهدف بليتو الهدف ثمين وثمين جدا ما يهموش، خاطر الاستوار روتيان اللي فما الترجي اللي بحث تهموش معناها في سباق البطوله وقال لك قعدنا في الكورس معناها. ناصر برشا كلام اليوم على مردود الترجي، العديد من احباء الترجي ما همش راضيين اليوم على المردود اللي قاعد يقدم فيه الفريق، يقول لك صحيح الترجي قاعد يربح ولكن ماناش قاعدين نشوفوا في بوادر مشجعه، بوادر تخليني نحلم فريق يتوج يفوز على الكبار يهز رابطه الابطال الافريقيه، شنو رايك في الكلام هذا؟ صحيح انا شفت الترجي عديته في زوز وثلاثه مباريات، الترجي مش في احسن حالاته لكن قاعد كما قال خالد قاعد يوصل للزوبجيكتيف نتاعو. صحيح الترجي موش قاعد يعمل في كره مزيانه، ماهوش الترجي يسامبوز ما قاعد يفرض اسلوب اللعب نتاعو، قاعد يفرض روحه على الفرق نتاعو، فرق الخصم اللي يلعب معاه، على خاطر مهم برشا انك في كره القدم معلش الناس تحكي على اللعب وانك لاميتريز تكون عندك انت، على خاطر انت تتحكم اليوم تحكي على النادي الصفاقسي وتحكي على النجم الساحلي، على خاطر النجم الساحلي والنادي الصفاقسي بالفرديات وبالكوليكتيف قادر يضغط على اي فريق ويخلق النسق ويخلي الفريق يغلط، هذا في الترجي مش موجود. فما انتصارات قاعده تصير ديزيكسبلوا انديفيديوال، والترجي العطاء نتاعو مش كما يحبوها احباء الترجي. مدرب الترجي عمار سويح فتحي قال لو كان نعمل مردود باهي وما نربحش حتى حد ما يرحمني، المهم هي الانتصارات، في انتظار ان معناها يقترن الانتصار بالمردود المتميز. لا وكلامه صحيح، معناها المحب شو اللي يحب؟ يحب ثلاثه نقاط، يحب فريق ويربح. وساعات المحب ما يتفرجش المقابله، يبدا مواطنين بالبرة ما يتفرجش في التلفزه، يسمع ربحت ولا خسرت، كان ربحت يا شيخ ما يقول لعبت مليحه، تقول ربحت ولا خسرت، تبدا الامور واضحه. اليوم دخلنا في العد التنازلي، اليوم مازالوا 11 مقابله، كل مقابله موان 10 موان 9، دونك ما عادش نلوجوا على الجماليه. تبقى اليوم برشا ناس تراوا انه مشكله في الترجي خاطر ما يكورش مليح. انا راه بالعكس الترجي ما يكورش مليح وقاعد يربح، ما لكن يكور مليح. المشكله الفرق الاخرى النجم الساحلي يكوروا مليح ويربحوا، ياخذوا كي ما يكوروش مليح زعما ينجموا يربحوا. دونك معناها انا راه مشكله مغلوطه من اصلها، لانه اليوم ما عادش فما جماليه، معناها كلامه صحيح ما عادش فما جماليه بتاتا. اليوم عندك 3 بوان راهم يلعبوا ضد عسكر كردونا، حبوش يفهموا راه فرق اخرى راهي صعيبه، هو بن قردان اللي قالوا على الشوط الثاني هي ما انت عطيت ليكزامبل نتاع ليتوال نتاع سي اس اس قاعدين يلعبوا قاعدين يقنعوا. اليوم حبيت الترجي يقول لك انا نحب على فريق زاد يقنع، غدوه في المقابلات الكبيره ضد النجم وضد سي اس اس وضد الافريقي، غدوه في رابطه الابطال الافريقي يقول لك من الصعب انك تفوز لو كان ما فماش فريق يلعب ويفرج. والله شوف اليوم حاجته بالسميك، سميك هو الانتصار مينيمو. غدوه كي يلعب مع الترجي مع النادي الافريقي والنجم لكل حادث حديث كونتكست اخر مقابله اخرى، وربما وقت الاثنين ما يفرجوش والله اعلم شكون باش يربح، مش بالضروره مش الفرجه. المشكله الوحيده انك كي تقعد في كل مباراه انه هو حاجه مهمه برشا خالد كي ما تلعبش وتربح، لكن لازمها تكون ظرفيه، لازمهاش تكون تتعاود في كل مباراه، لكن ما يمنعش انه الترجي كما قال والله الجدال هذا معناها شو اذا واحد ربح هو العبد معناها
انا ما فهمتش انا واحد يلعب وما يلعبش مليح. اذا واحد ربح راه لعب، لعب بطريقته بخصوصياته بال شو طريقته بخصوصياته، ولا مباراه ولا مباراه شبه الاخرى، ولا خصم ولا منافس شبه الاخر. دونك اون جيج جامي اون ايكيب كي قال. بالله ملاحظه اخيره اخيره ولوني ما ترجع 10 ثواني كما تقول انت، معناها وقت اللي فريق ما يلعبش مليح ويربح يقعد ديما تحت الضغط في التمارين، الناس كل ماذا بيكم تلعبوا مليح حتى الملاعبيه يقعدوا تحت الضغط، وهذا ضغط ايجابي لانه الضغط وانت رابح وتجري تصلح ايكيبك وانت رابح. حكينا على الثلاثي المتصدر للبطوله، لكن ما يلزمنا